صوفيا ما تسيبنيش. انا مش هسيبك يا خالد، بس انت. انا ايه؟ انت هتفضل معايا. يا صوفيا كلمته ايده بس. يا خالد، يا خالد انا حبيتك بجد، حبيتك كاني عمري ما عرفت اي حد في حياتي قبلك. حبيتك عشان انت خالد، مش عشان انت عم الولاد ولا عشان اقعد في فيلا المعداوي. انا لما قررت اني اتجوزك عملت كده علشان انا كنت متاكده من اللي في قلبي، علشان انا حسيت معاك بحاجه كنت طول عمري بتمناها. لكن الحاجه دي مش هتفضل جوايا لو فضلت ست تانية على ذمتك. يا خالد الكلام ده ما عنديش فيه اي تسامح. انا مش هقدر اتحمل ان تكون في ست تانية في حياتك زي ما انت كل حاجه في حياتي، وانت اكتر حد بحبه في الدنيا، لازم انا كمان ابقى كل حاجه في حياتك. بس ايه؟ انا مش فاهمه انت عايز تفضل باقي على راويه ليه؟ انت هتفضل باقي على راويه بعد اللي حصل منها؟ هتفضل سايبها وانت عارف ان هي كانت على علاقه غير شرعيه مع هاني صاحبك؟ انت زعلان ان انا بفكرك؟ انا لازم افكرك لاني وعدتك اني هكون اكتر واحده صريحه معاك. انت اذا كنت عايز تكمل مع راوي علشان ابنك فهو هيفضل ابنك سواء سبتها او فضلت معاها. لكن انا يا خالد مش هقدر اتحمل ان يكون في واحده تانية في حياتك. انا كان نفسي الف العالم كله بعجل. ده جنونه. طب وهي الحقيقه اجر شويه جنون. ولي انا بحبك، بحبك انتي، بحب كلامك، بحب طريقتك في التعامل، بحب احتياجي ليك، بحب ركوب العجل معاك، بحب طموحك. عارف انت بالنسبة لي ايه؟ ايه؟ زي ما يكون كده واحد بيغرق شاف مركب من بعيد او بقت هي كل امله في الحياة، هي حياته. هذا هو الحب الذي لا يموت. هي فين يا اخوي؟ هي فين؟ هي مين دي؟ هي ست بنتي اللي جوه، لازم اطمن عليها واشوفها بيها ايه. يا ست هي دي وكالة من غير بواب. القانون واضح وصريح، ممنوع الدخول لغير المتهمين. ممنوع ايه وبتاع ايه؟ روح استاذن من الضابط. يلا الله يسيئك. ثانية واحدة. استناني يا ابني جوا هنا لغاية اطمن على البيت. استر يا رب. اتفضلي يا حاج. شكرا يا اخوي. هو فيها ايه يا حضرة الزهر؟ ايوه خير ان شاء الله. ايه اللي حصل؟ اسأليها حصل ايه؟ عملتي ايه المرة دي يا ليلى؟ بصيلي بصيلي ولا مكسوفة مني؟ مش هسيبك برضك. احنا اهلك بس لو نعرف في ايه. ما عملتش حاجه اقسم بالله العظيم المره دي انا ما عملت حاجه. امال الولا ساكت فين؟ عند المقدمه في البيت. طب بالراحه يا اختي اهدي. هو ايه اللي حصل؟ احكي لي. عندي خبر ليك، لو عرفته هتقوم تتنطط. أنا حامل من خالد. إيه؟ شفت بقى؟ تعالي 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 يا راوية تعالي. أنت بنتي الغالية وغلاوتك زادت دلوقتي. الدنيا دي عليها حاجات غريبة. خالد اللي ما كانش بيخلف بقى متجوز اتنين. والاتنين حامل منه. تصور بقى أنا لو جبت ولد والمساهوكة هي اللي جابت البنت.
طول عمرك زي ما انتي، مش هتتغيري يا راوية. لا بالعكس، مين قال؟ ده انا بقيت راوية تانية خالص، راوية اللي شايلة حفيد المعداوي. تصدق ان انا حاسة ان انا بقيت بحب خالد؟ وانا بكرهك. لو فكرت في كل اللي انا عملته هتكتشف ان انا بحبك. انا بس كان صعبان عليا ان انت تتنازل عني بسهولة وتحب واحدة تانية وتتجوزها. عارف ان انا لو ما كنتش بحبك ما كنتش عملت كل اللي انا عملته ده. والخيانة؟ خيانتي انا ما خنتكش، انا كنت عايزة اجننك. اكيد ربنا ليه حكمة في انك تبقي حامل مني دلوقتي، لانك لو ما كنتيش حامل مني ما كنتش هرحمك. بس انا بقى عارفة ايه هي حكمة ربنا، لان هو اللي حاسس بيا وعارف قد ايه انا بحبك. ربنا عايزنا نقرب من بعض. صدقني يا خالد انا صادقة في كل حاجة بقولها لك. ليه كده بس يا ابني؟ ليه؟ مبروك.